ونذهب إلى محافظة الإسكندرية ومحمد الخطيب. محمد، كيف هو المشهد الانتخابي لديك؟ هل كما قال محمد في محافظة الشرقية الأسرة بأكملها أصبحت تحرص على المشاركة؟ نعم، المشهد الانتخابي في محافظة الإسكندرية يمكن النهاردة كان يعني يمتاز بالقوة والجدارة منذ الساعات الأولى منذ افتتاح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين. يمكن من 8:30 صباحا كان هناك اصطفاف يعني أمام اللجان الانتخابية التي رصدنا فيها مشاركة كبيرة من بعض الناخبين في محافظة الإسكندرية وبالتحديد في منطقة جليم التي أتواجد بها الآن وفي مدرسة محمود سامي البارودة، حيث كان هناك عدد من المواطنين الذين حرصوا على التواجد مبكرا أمام اللجان الانتخابية. يمكن المشهد الانتخابي في محافظة الإسكندرية يعني اليوم يعتبر هو اليوم الأقوى يعني عن اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية، وهناك توافد كبير من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية. أيضا يعني يذكر أن محافظة الإسكندرية اليوم كان بها بعض التقلبات الجوية التي يعني حالت يعني التي أصدرت بعض الزحام، ويعني كان هناك بعض المياه المتواجدة على كورنيش إسكندرية، هذا بالفعل يعني أدى إلى تباطؤ لبعض سير السيارات والعديد أيضا من الشوارع لوصول الناخبين إلى مقراتهم الانتخابية. ولكن بالفعل يعني محافظة الإسكندرية يعني قامت بالفعل بالتدخل فورا وقامت بالدفع بالعدد كبير من السيارات لشفط هذه المياه لحدوث يعني سيولة مرورية في الشوارع. أيضا كان هناك يعني وفد من جامعة الدول العربية زار بعض المقرات الانتخابية في محافظة الإسكندرية وأشاد بالإقبال وأشاد بالعملية التنظيمية للعملية الانتخابية ونسبة يعني القبول ويعني نسبة أيضا يعني المشاركين في العملية الانتخابية من جميع الفئات العمرية من الشباب ومن السيدات ومن الرجال. ولاحظنا أيضا وجود عدد كبير من كبار السن الذين كانوا حريصين أن يتواجدوا داخل المقرات الانتخابية على مدار اليوم. يمكن الساعات الأولى من اليوم في محافظة الإسكندرية تمتاز بالقوة وتمتاز بكثافة في التواجد في المقرات الانتخابية، بعد يعني وبعد يعني الساعة 12 تبدأ يعني هناك يعني انخفاض بسيط في عملية يعني التواجد في المقرات، وبعد ذلك يعني بعد الساعة 4 تبدأ العملية مرة أخرى في ازدياد الأعداد أمام اللجان. ويعني كما ترين خلفي الآن يعني نشاهد يعني بعض الناخبين الذين يتوافدون على اللجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير. نعم. ويمكن معظمهم أيضا من السيدات، لكن العملية الانتخابية بشكل عام في محافظة الإسكندرية تسير بشكل منتظم جدا وبشكل هادئ وبشكل مرتب. الجميع هنا ملتزم بالعملية الانتخابية وقواعد العملية الانتخابية، سواء من خارج اللجان إلى الدخول والإدلاء بأصواتهم داخل لجان الاقتراع. نعم، إذن محمد، بعد ذلك الخروج مباشرة. نعم، إذن أنت لم ترصد أي معوقات والعملية الانتخابية تسير في يسر وسهولة. محمد الخطيب من الإسكندرية كنت معنا.